أين الكون؟ أين أنت من الكون؟ فما هو الكون؟ الكون هو كل شيء وكل مادة وكل طاقة التي توجد في الفضاء، كما يشمل الوقت، وبالطبع يشملك أنت كذلك. على الرغم من أن الكون قد يبدو مكانا غريبا، إلا أنه ليس ببعيد. أينما كنت الآن، فالفضاء الخارجي يبعد عنك 62 ميلا أو 100 كيلومتر فقط. نهاراً أو ليلاً، سواء كنت في الداخل أو في الهواء الطلق، أو نائماً أو تتناول الغداء أو تغفو في القسم، فإن الفضاء الخارجي على بعد 10 من الأميال من فوقك ومن تحتك، وحوالي 8000 ميل أو 12800 كيلومترات تحت قدميك على الجانب الآخر من الأرض، يتربص بالفراغ الذي لا يرحم وإشعاع الفضاء الخارجي. في الواقع وبالمعنى الأدق، فأنت توجد في الفضاء الآن. وعندما يتحدث البشر يقول في الفضاء الخارجي، كما لو كان الفضاء هناك ونحن هنا، كما لو أن الأرض منفصلة عن بقية الكون، لكن كوكب الأرض هو موجود في الفضاء وجزء من الكون مثل الكواكب الأخرى تماما، وكل ما يعيش على هذا الكوكب بالذات والبيئة القريبة على سطحه فهي بيئة مضيافة للحياة كما نعلم. والأرض بالاستثناء هي كوكب صغير وهش في الكون. بالنسبة للبشر والأشياء الأخرى التي تعيش على كوكبنا، أن الكون بأكمله هو بيئة معادية وعديمة الرحمة. كوكبنا الأرض هو واحة ليس فقط في الفضاء ولكن في الوقت أيضا. قد يبدو دائم، لكن الكوكب بأكمله هو شيء عابر. منذ ما يقرب من 3/4 الوقت منذ بداية الكون، لم تكن الأرض موجودة أصلا، ولن تستمر إلى الأبد في وضعها الحالي. بعد عدة مليارات من السنين من الآن، ستتوسع الشمس وتبتلع عطارد والزهراء وتمتلئ سماء الأرض، حتى أنها قد تتوسع بدرجة كافية لابتلاع الأرض.